الجمهور العدل الأصيل والغالي، ألف شكر، وربنا ما يحرمنيش منكم على وقفتكم معايا ومساندتكم. وقريت وسمعت قد ايه دفعتوا عني وقد ايه غلطتوا الولد الصغير، ولكن الفيديو ده برضو انا عامله علشان اعترف بخطئي واعتذر لاهل الولد الصغير ان انا ايدي اتمدت عليه وانا عارف انه عيل صغير، لانه لما غلط في الاول قلعته بكاب وبصيت في وشه لقيته عيل صغير، قلت له اسمك يا حبيبي، قال لي اسمي كذا، وسبته ومشيت وهو اعترف بده. لما رجع غلط تاني لفيت قلت له هات التليفون، هب التليفون، ما تملكتش نفسي وضربته الم بسيط. الالم البسيط ده طير له الكاب من على راسه والنضاره اللي كان لابسها. ولو هنعتبر الناموسه اللي وقفت على خدي الم، فانا استاهل من الناموسه دي 5، علشان انا مديت ايدي على عيل صغير، ودي لا رجوله ولا بطوله، ولكن انا ما تملكتش نفسي، وادي الغلطه اللي انا طالع اعتذر عنها. لما خدت تليفونه ومسحت الفيديو، حد قال لي اكسر له التليفون عشان ما اعملش كده تاني. قلت له طب هو غلط، ابوه وامه ذنبهم ايه غرامه تمن تليفون تاني؟ خاصة لما عرفت ان هو من قرية تانية اسمها اللوتس وجاي يتفسح في مراسي. قلت لهم روحوا الامن، قال لي هنعمل له محضر عشان اصلا دخل وهو مش متر. قلت له لا، يروح بعد اذنكم. الجمهور العدل الاصيل والغالي، الف شكر، وربنا ما يحرمنيش منكم على وقفتكم معايا ومساندتكم. وقريت وسمعت قد ايه دفعتوا عني وقد ايه غلطتوا الولد الصغير، ولكن الفيديو ده برضو انا عامله علشان اعترف بخطئي واعتذر لاهل الولد الصغير ان انا ايدي اتمدت عليه وانا عارف انه عيل صغير، لانه لما غلط في الاول قلعته بكاب وبصيت في وشه لقيته عيل صغير، قلت له اسمك يا حبيبي، قال لي اسمي كذا، وسبته ومشيت وهو اعترف بده. لما رجع غلط تاني لفيت قلت له هات التليفون، هب التليفون، ما تملكتش نفسي وضربته الم بسيط. الالم البسيط ده طير له الكاب من على راسه والنضاره اللي كان لابسها. ولو هنعتبر الناموسه اللي وقفت على خدي الم، فانا استاهل من الناموسه دي 5، علشان انا مديت ايدي على عيل صغير، ودي لا رجوله ولا بطوله، ولكن انا ما تملكتش نفسي، وادي الغلطه اللي انا طالع اعتذر عنها. لما خدت تليفونه ومسحت الفيديو، حد قال لي اكسر له التليفون عشان ما اعملش كده تاني. قلت له طب هو غلط، ابوه وامه ذنبهم ايه غرامه تمن تليفون تاني؟ خاصه لما عرفت ان هو من قريه تانية اسمها اللوتس وجاي يتفسح في مراسي. قلت لهم روحوا له، قال لي هنعمل له محضر عشان اصلا دخل وهو مش متر. قلت له لا، يروح بعد اذنكم. الجمهور العدل الاصيل والغالي، الف شكر، وربنا ما يحرمنيش منكم على وقفتكم معايا ومساندتكم. وقريت وسمعت قد ايه دفعتوا عني وقد ايه غلطتوا الولد الصغير، ولكن الفيديو ده برضو انا عامله علشان اعترف بخطئي واعتذر لاهل الولد الصغير ان انا ايدي اتمدت عليه وانا عارف انه عيل صغير، لانه لما غلط في الاول قلعته بكاب وبصيت في وشه لقيته عيل صغير، قلت له اسمك يا حبيبي، قال لي اسمي كذا، وسبته ومشيت وهو اعترف بده. لما رجع غلط تاني لفيت قلت له هات التليفون، هب التليفون، ما تملكتش نفسي وضربته الم بسيط. الالم البسيط ده طير له الكاب من على راسه والنضاره اللي كان لابسها. ولو هنعتبر الناموسه اللي وقفت على خدي الم، فانا استاهل من الناموسه دي 5، علشان انا مديت ايدي على عيل صغير، ودي لا رجوله ولا بطوله، ولكن انا ما تملكتش نفسي، وادي الغلطه اللي انا طالع اعتذر عنها. لما خدت تليفونه ومسحت الفيديو، حد قال لي اكسر له التليفون عشان ما اعملش كده تاني. قلت له طب هو غلط، ابوه وامه ذنبهم ايه غرامه تمن تليفون تاني؟ خاصه لما عرفت ان هو من قريه تانية اسمها اللوتس وجاي يتفسح في مراسي. قلت لهم روحوا له، الامن قال لي هنعمل له محضر عشان اصلا دخل وهو مش متر. قلت له لا، يروح بعد اذنكم.